إذن بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في سلسلة البيج داتا، وهذا الفيديو خاص بتعريف البيج داتا وأنواعها. إذن السلسلة الأولى من فيديوهات البيج داتا على القناة فقط للتمرس والاستئناس مع مختلف المصطلحات الخاصة بالبيج داتا من البداية للاحتراف، وسنصل إلى التطبيق إن شاء الله باستعمال لغات البرمجة. إذن الفيديو السابق تناولنا الخواص أو الكاركتيرستيك دو بيج داتا، حيث تطرقنا إلى إشكالية الفوليوم، أي أن هناك عدد ضخم من المعطيات، وهناك فاريتي، يعني هناك أصناف عديدة من المعطيات، different form of data from various sources. وتطرقنا للفيديو ما قبل الأخير لسورس دانفورماسيون او مصادر البيج داتا او مصادر المعطيات الضخمه او البيانات الضخمه، حيث تطرقنا الى مثلا مواقع الالكترونيه، مواقع التواصل الاجتماعي، الملفات، الاوديوات، مثلا افلام الكاميرات، مثلا المعطيات المدخله في محركات البحث، مثلا البيانات المدخله عند الشراء الالكتروني، إذن حركات المستعمل من خلال اعجاب او مشاركه الى غير ذلك. مثلا كلها هي عبارة عن مصادر للبيج داتا. إذن فوليوم، فاريتي، فيراسيتي، يعني هناك أنواع مختلفة من المعلومات، وفيلوسيتي، يعني يجب التعامل والتحيين المعطيات، لأن البيانات الضخمة غالبا ما تتزايد حجمها بسرعة، ويجب مواكبتها من خلال الخاصية فيلوسيتي. أما الفاليو هي إكستراكت يوزفل داتا، يعني استخراج المعطيات النافعة. هذا الفيديو خاص بإعطاء بعض التعاريف الخاصة بالبيانات الضخمة كبيج داتا. Refers to the large amounts of data which is pouring in from various data sources and has different forms. إذن البيج داتا هي عبارة عن كم هائل من المعطيات آتية من مصادر مختلفة في أشكال مختلفة. إذن الأشكال المختلفة سنقوم بإن شاء الله التعرف على أنواع البيج داتا حالا. تعريف آخر هو the traditional relational database system are incapable to handling this data. قال لك سيدي قواعد البيانات أو السيستم دو جيستيون دو باز دوني تراديسيونيل كاسكيول سيرفر اوراكل ماي اسكيول غير قادرة على التعامل مع المعطيات بحجم كبير جدا. إذن البيج داتا is much more than a collection of data sets. قال لك سيدي قواعد البيانات الضخمة هي ليست فقط مجموعة من المجموعات من المعطيات الهائلة وبأشكال مختلفة. It is an important asset, يعني الناتو، يعني هو ربح مثلا، which can be used to obtain innumerable benefits، للحصول على أرباح عالية. إذن البيج داتا ليست هي عبارة عن مجموعة من المعطيات الخام بحجم كبير، ولكنها اندستري أو صناعة لتحقيق أرباح وأرباح كبيرة. إذن بعد التعرف على إحدى التعريفات للبيج داتا أو البيانات الضخمة، سنقوم بالتطرق إلى نقطة أخرى وهي different form of big data. عندك سيدي اللي كاين ستركتشرد، كاين سيمي ستركتشرد، كاين ان ستركتشرد. ان ستركتشرد يعني غير مهيكلة، لا تخضع لبنية. مثلا ان اورجانيز داتا ويد ان انون شيما، كاين شيما مثلا بحال لي زوديو، بحال لي فيديو، بحال ملفات الصوت وملفات الفيديو. هي عبارة عن معطيات غير منظمة او غير مهيكلة. كاين ملفات structured organized data form with a fixed schema، بحال مثلا الملفات النصية أو مثلا ملفات البريد الإلكتروني أو الشات أو لي كومنتار مثلا أو تعليقات في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي. عبارة عن معطيات structured، أو هناك معطيات semi structured يعني نصف مهيكلة.
partially organized data which does not have a fixed format. Example, les fichiers XML, JSON. Eden, في القناة هناك playlist خاصة بالملفات والدراسة مختلف الملفات المستعملة في البرمجة ومن بينها ملفات JSON وملفات XML, DTD, XSD كلها ملفات نصف مهيكلة وتدخل في إطار إحدى النوعيات الخاصة بالبيانات الضخمة. خلاصة لي 5 فيو ولا لي 5 فيو اوف مثلا بيج داتا, فاريسيتي, فوليوم, فاليو, فاريتي اي فيلوسيتي. التعريفات هي عبارة عن كم هائل من المعلومات لا يمكن استعمال قواعد البيانات الكلاسيكية ولكن نستعمل طرق وتطبيقات حديثة, مابريديوس, سبارك مثلا, هاندوب مثلا. إذا شكرا للانتباه ديالكم وإلى اللقاء في فيديو آخر, وخصوصا 10 فيديوهات الأولى سنقوم بالتطبع أو التطبيع مع البيج داتا وضبط المفاهيم. والربح هو إذا قمنا بفيديوهات تعرف هذا المجال جيدا فستكون هناك إضافة كبيرة. إذا شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.